هلا احنا عالية البروتين هي تعني الامتناع عن النشويات والفاكهة والاعتماد الكلي على البروتينات، تستخدم لنقصان الوزن، بس هي مش بس حتعمل نقصان وزن، هي حتسبب مشاكل كثيرة، منها انه ارتفاع نسبة الدهون بالدم، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل بالقلب والأوعية الدموية، كمان ايضا رح تتسبب بتعب، بامساك، ممكن تسبب غثيان، وكمان ممكن تؤدي لخسارة الكالسيوم بالجسم بعد عمليات السمنة، لأنه ممكن أول فترة يصير عنا قلة بامتصاص الفيتامينات، فأكيد بالتالي هي لازم تتاخذ كمكملات غذائية. أما الأشخاص العادية اللي مارس نظام حياة صحي مع رياضة خفيفة لو متوسطة، هو مش بحاجة للفيتامينات، لأنه هو عم ياخدها من مصادر الطعامية كلياتها. هلأ شو أهم فيتامينات نحنا ممكن ناخدها؟ أكيد نحنا منركز على الكالسيوم، الحديد، الزنك، وفيتامين دي، لأنه كتير نحنا منشوف حالات في عندهم نقص بهدول الأشياء.